عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير وفي صحه جيده ان شاء الله. تشاهدوا هذا الفيديو ان شاء الله وانتم على خير. اليوم ان شاء الله غادي نفصل معكم واحد لوسوم السروال والشوميزه ديالو طويله حتى للركبه، وغيكون فيها ان شاء الله واحد الموديل اللي هو زويون وغيطلع ان شاء الله زوين. عند غادي يكون فيها الخياطه في الحزام، وغتكون فيها البليات في الخلف وفي الامام، واحد البليات غيكونوا في الجنب. ودابا غادي اول حاجه غنبداو بها هي الفصاله ديال الجزء العلوي اللي هو ديال من الحزام الفوق. هنا عندي الثوب انا فيه 3.5 متر، هذا الموديل هذا راه يحتاج غير 3 متر، مولاتو جابت لي 3.5. الا شاطلي منه راه قالت لي نخرج لها شي جليبه للبنيته. هذا راه ثوب الكريب، وهذا الموديل راه الموديل ديال الصيف. داكشي علاش بغيت نديرو معكم دابا، اللي بغات تخيطو للصيف ان شاء الله تخيطو، حتى في هذا الفصل الرابع راه كيجي زوين. هذا الثوب ديال الكريب مزيان. هنايا جبت الثوب ديالي خرجت واحد 6 سنتيم. هاد الشوميزه غيكون عندها صدايف مغطيين، غيكون عندهم المارد، كنخليو داك المارد ديال الصدايف كنخليو لهم 6 سنتيم هنايا في الجهه ديال اليمين، باش ملي نحطو الثوب نكونو عارفين الجهه ديال اليمين مش الجهه ديال الشمال. هذه اليمين كنخليو فيها 6 سنتيم هنا خارجه. ودرت هنايا هاد البانكات يشدو لي الثوب، كما كتعرفوا الكريب راه كيسحت. هنايا خرجت 6 سنتيم، وعاد نولي نخلي 6 سنتيم عاود هنا ديال الصدايف، في غيكونوا عندنا صدايف وفي غيكونوا عندنا داك العيون ديال الصدايف. غنجيب الثوب هكايا وغنولي نطوي على 4، غنخلي 6 سنتيم. صافي هادي 6 سنتيم غيكونوا في الجهه ديال اليمين وديال الشمال، وهاد 6 سنتيم غتكون في اليمين بوحدها. هكا هادي هي الطريقه. المجموع كامل كنخليو 12 سنتيم بلا هاد الحاشيه، هادي ما كنحسبوهاش، هاد السنتيم ونص الحاشيه ما كتكونش محسوبه. دابا غادي نطوي الثوب ديالي، غادي نوصلو غير لهاد الخط هذا وغادي نحبس على هاد الشكل. وغادي نحطو العبارات ديالنا، عندي 19 في الكتاف ونزيد سنتيم ديال الخياطة. الكتاف راه كيتقسمو على جوج، غادي نهبط هنا 3 سنتيم، غادي نهبط هنايا 20، كنشوف انا قبالتها واش عندي 20 باش يجيني الخط هذا خط مستقيم، وكنخط هذا الخط هذا ديال التركيز. الدورة ديال العنق غندير فيها 7، وغادي نهبط 2 سنتيم هنايا في الخلف، وغادي ندورها هكايا، نجيب هاد النقطة وغنسيرها مع ختها. حاول نقاد هاد التوب ديال الكريب راه كيسحت بزاف، غادي نشد من هاد النقطة هادي فين أعلى الكتف، وغادي ندير 40، وغادي نزيد سنتيم ديال الخياطة اللي غناخدو من هنايا سنتيم، ولا يمكن لكم تزيدو حتى 2 سنتيم، سنتيم كيمشي لنا من جهة الكتف وسنتيم من هنايا، أنا غنزيد هنا غير سنتيم. هذا كيتسمى هو خط الحزام، هو هذا. غنحط دابا الصدر ديالي، عندي فيها هنايا 25، وغادي نزيد 2 سنتيم ديال الخياطة حتى ندير المولات على السياج، ما غنزيدش غير سنتيم، غنزيد 2. الحزام عندي فيه 23، حتى هو غنزيد فيه 2 سنتيم. كما كتعرفوا هاد الثوب ديال الكريب راه كيكون ما كيتيريش،
من الاحسن زيدوا جوج حتى نديروا لي سياج. كنجيب البيستولي ديالي كنصل هاد النقطه مع هاد النقطه وغادي نهبطها هنا عاود، وغادي نصل هاد النقطه مع هاد النقطه هادي على هاد الطريقه هادي. كنخرج هاد الخط لهنا، هاد الخط هذا اللي هبطت هنا جوج سنتيم راه غنصيلو حتى لهنايا، باش غادي نجي من هنايا وندور. هنايا راه كنطلع واحد سنتيم ونص في الجنب هنايا في الخياطة ديال الكوطي باش ما يجينيش طايحين كما كتشوفوا على هذا الشكل، وكنصل لهنا للمنتصف. كما كتشوفوا هذا هو داك الجزء العلوي، كنحيدوا الظهر نعلموا له هنا المنتصف ديالو ديال الظهر ولا ديال الخلف. كنهبط 14 وندخل جوج سنتيم ديالي هادي باش ما كتجيناش داك التكشكيشه ديال الامام، وغنحط البيستولي. هنايا غادي نهبط 8 سنتيم ولا 9 على حساب العنق، الا كانت هذا مولاتو مازال ما قالتليش واش ندير لها كل شوميز ولا كل اوفيسي، عاد نشوف. انا هبط هنايا غنهبط 9. غندير هنا خط مستقيم هنا، غادي نقص واحد السنتيم من الجهه ديال الامام صافي. هذا هو الجزء العلوي ديالي راه ساليت به. غادي نشوف شحال عندي في التركيز، عندي هنايا 25. هنا غادي نفصل الكماله ديال الكسوه، هي الصاي اللي غتكون من التحت. هنا غادي هاد الصايغ فيها واحد البليات في الخلف وفي الامام، غادي نزيدو داك القيمه ديال البليات. البليات عندنا جوج بليات غيكون فيهم 3 سنتيم 3 سنتيم، هي مجموع غادي نزيدو 6 سنتيم في الدوفات ديال في الدوفات ديال الخلف وديال الامام. هنا عندي انا في الدوره ديال الحزام كما درت في داك القطعه الفوقانيه درت فيها 25 في الحزام، كانت عندي 24 وزدت سنتيم ديال الخياطه هي 25، وهنا هي فين جايين 25. وغادي نزيد 6 سنتيم ديال داك البليات وسنتيم ديال الخياطه هي غادي نزيد 7 سنتيم، هي في 7 سنتيم هنايا سنتيم ديال الخياطه و 6 سنتيم ديال البلي. هنا الثوب راه درت له نفس الطريقه اللي درت في داك القطعه الفوقانيه الجزء العلوي، خليت 6 سنتيم هنايا في الجهه ديال اليمين وخليت 6 سنتيم في هاد القطعات بجوج، هي اليمين غتكون عندي فيها 12 سنتيم والشمال غادي يكون عندي فيها 6 سنتيم باش يجيوني بحال الفوق بحال التحت بنفس الطريقه ونفس الصاله، حيت غادي نلصقهم بعد. الطول ديال الكسوة كامل عندي فيه 105، غادي نحيد داك 40 ديال القطعة الفوقانية نحيدها دابا، هاهي فين عندي 40 غادي نحيدها، وغادي نشد 105 ديالي، هي جاياني هنايا، وغادي نزيد جوج سنتيم ديال البارما ديال الخياطه ديال لوغلي في الكسوه من التحت. في الايفاز ديال الكسوه غادي ندير 38.
غادي نجيب المثلث غندير خط مستقيم وغادي نجي هاد النقطات هادو هادي اللي عندي هنايا نديرها مع هاد النقطه هادي اللي هنايا اللي درت فين عندي الايفازي هنا في الجنب ديال الكسوه غادي نطلع واحد 8 سنتيم هنايا في هاد الخياطه ديال الكوتي غادي نطلع واحد بلا نطلع 10 غادي نطلع انا هنا 10 على حساب داك التقويصه شحال بغيتيها تجي كبيره واش كبيره بزاف ولا شويه ممكن نطلعو حتى ل 15 انا هنا طلعت 10 كنجيبها على هذا الشكل هذا ولا يمكن لكم تقوصوها غير بيديكم ما عندكمش البيستولي يمكن لكم دورها هكا غير باليد هنايا غادي ندير واحد الكرانه باش نعلم فين غادي نحبس بالخياطه كما شفتوا هكا غادي ندير كرانه هنا في الخلف باش نعرف المنتصف ديال الخلف وهنا غادي ندير كرانه باش نعلم فين عندي البلايص ديال الصدايف صافي هذه هي الصاية ديالي هنا غادي نفصل السروال راه عندي الثوب هنا على 4 داير على 4 هنا مسدود غيكون مسدود من الجناب على حساب ما غيكونش فيه الجياب هنايا خليت 7 سنتيم ديال لاستيك من الفوق وغادي نحسبها ودابا غادي نحط الطول ديال السروال ديالي شحال فيه عندي فيه 94 في الطول 94 وغادي نزيد 3 سنتيم ديال لوغلي من التحت ولا ديال البارما هذا الخط هذا غنديرو هو ديال لاستيك هذا ما غتشدوش عليه لابار وغادي نهبط الحوض غادي نهبط هنايا غندير 30 حيت عندي في الدوره ديال الحوض عندي 28 وغنزيد عليها جوج سنتيم هي 30 هنا الثوب هذا راه عندي ما كيتيريش كما كتعرفوا هاد الكريب راه ما كيتيريش هنا غنزيدها واحد جوج سنتيم في الهبطه ديال القعده على حساب راكم عارفين الثوب ما كيتيرش فاش كتجلسي الثوب هذا السروال كيجي مزير من الخلف ولا كيجي من الجناب فلهذا غنزيدها جوج سنتيم على المقاس اللي عندها فاش كيكون عندنا الثوب كيتيري شويه راه كنديروا القياس اللي عندنا كنديروه صافي زدتها هنا جوج وزدتها هنا جوج باش ما يجيناش السروال مشنق من نقعدو هنا الحوض عندها 28 وغنزيدو سنتيم ديال الخياطه غادي نخرج هنايا 4 سنتيم غادي نشد من هاد النقطة هادي وغادي نهبط الخط الركبة 55 ولا 52 على حساب الطول ديال كل كليانة نهبط هنا 55 عندي في الركبة 22 ونزيد سنتيم ديال الخياطة السروال
من التحت في البارمه ديال السروال. غندير فيه 18 ونزيد سنتيم ديال الخياطه. دابا غنربط هاد النقطه هادي مع النقطه اللي عندي هنايا. غنجيب هنا البيستولي ونصل هاد النقطه اللي عندي هنايا مع النقطه ديال الركبه. نحاول نقادها على هاد الشكل. هنايا غادي يطلع واحد 3 سنتيم هكايا صافي. وغادي ندور غير بيديا على هاد الشكل. دابا غادي نقطع هاد الامام، غندور على الامام غادي نقطعو، والخلف غادي نخليه مازال غنزيد فيه هنايا واحد 7 سنتيم. ديوات السروال هكا ما نقيسوش فيه، وغنجيو لهنا وغنزيدو 7 سنتيم من هاد البلاصه هادي، ولا غنحسبو من هاد الخط هذا هكايا. كاين اللي كيحسب من هاد الخط هذا، اما تزيدي 9 ولا 10. انا هنايا غنحسب من هاد الخط وغنزيد 9 صافي على هاد الشكل. وغنسيلو هكا بخط مستقيم، وغنجي لهنايا وغنهبط واحد 2 سنتيم. هاد 2 سنتيم علاش كنهبطو بيها من هنا؟ باش ملي نكونو كنخيطو السروال من هنا في الخياطة ما تجيناش وحدة طويلة وحدة صغيرة، كيجيونا متقادين صافي. وغادي نخرج بخط هكايا فين زد داك 2 سنتيم صافي، وكنديرو خط هكا. غنديرو غير بيدينا، نزيدو واحد سنتيم هنا في الخلف. إلا كانت توب كيتيرينا ما نزيدوش، نخليو نفس القياس. غنجي للركبة وغنزيد 2 سنتيم، وغنجي للبارما لتحت وغنزيد 2 سنتيم. كما كتعرفو كيكون الخلف كيكون كتر من الأمام، وغنصل هاد النقط هادو. هذا هو السروال ديالي. غنجي الجهه ديال الامام هنايا غادي نحلها. هذه هي الامام عندي هي اللي من الفوق. وغنقص منها 3 سنتيم باش تجيني طايحه على الخلف، ما تجيش قدها قد الخلف. وغادي نصيلها لهنا المنتصف ديال السروال. ها فين عندي المنتصف ديال الامام. صافي هذا هو السروال ديالي. دابا غندوز باش نفصل الكمام ديال الكسوه. هنا غنفصل الكمام، درت في العرض هنايا 23، غادي نهبط هنايا 13 ونسير بخط. الطول ديال الكم عندي فيه 54، ولكن هاد الكم هذا غتكون فيه واحد الاسواره اللي هي كبيره، غتكون عريضه فيها شي 3 ديال الصديفات، وغتكون فيها وهنايا واحد داك البليات، داك الاسوارات اللي كيجي فيهم لي بلي من هنايا.
ولا لا فرونش ولا كل واحد واش كيسميهم. في العرض ديالها هنايا غتكون فيها واحد 8 سنتيم ولا حتى 9. غندير في الكم ديالي انا هنايا غندير فيه 49 حيت مازال غتنقص لي الخياطه من هنا وثمن الخياطه من هنايا. العرض غندير 16 كما شفتوا في التركيز راه عبرتو عندي في 25. هنا راه واخا خرجت هنايا 23 راه تزاد لي هنايا فاش عبرت. دابا راه لقيت 26 تزاد لي 3 سنتيم. غنزيد هاد غادي نقسم هاد المسافة هادي وغادي نخلي داك السنتيم اللي تزاد لي غادي نخليه حتى ندير لي سياج. وغنقسم هاد المسافة هادي وهادي وغادي ندخل هنايا سنتيم وهنا سنتيم نخرج هنا سنتيم. الدراع عندي فيه 18 غادي نهبط هنايا واحد 7 سنتيم ونحسب فين عندي الدراع 18 ونزيد سنتيم ديال الخياطة هي 17. هذه الجهة ديال الأمام غادي نقص منها واحد السنتيم دابا غادي ندوز باش نفصل الإسوارة ديال الكم اللي غتكون عندنا هنايا في الكم. الإسوارة غيكون فيها واحد ليبلي غتكون عندها ليبلي من هنا وليبلي من هنايا راه خارجة على الموضة بزاف هاد العام وبغيت نشاركها معاكم لحقاش كتجي زوينه في السوميجات وفي الكسيوات ديال الصيف اللي كيكونوا طوالين اللي كيكون ثوبهم خفيف بحال هكا الكريب ولا الخيط كيجيو زوينين. نشاركها معاكم الفصاله والخياطه ان شاء الله. كما شفتوا هنا جبت داك القطع ديال الثوب اللي شاطولي وطويت هنايا على جوج وغنولي نطوي على اربعه هكا على هذا الشكل. هذيك الاسواره غيكون عندي فيها 6 سنتيم هنايا غتبقى لي 6 سنتيم مي غادي نخيط غتبقى 6 سنتيم صافيه. وعاد يكونوا داك لي فرونس من هنا ولا داك لي بلي فيهم 2 سنتيم هي بكل شيء غادي يكون فيها 8 سنتيم في العرض. غندير فيها 8 سنتيم دابا ومن هنا عندي 22. وغادي نولي نحلهم من هنايا باش غادي يجيوني 4 ديال القطع. هما هادو 4 ديال القطع ديال هادو جوج في كوب وجوج في الكوب الثاني. دابا غادي نقطع داك الشرائط اللي قلت لكم غادي يجيوني فيهم ليبلي. طويت هاد القطعه هادي على جوج باش غادي يجيوني جوج شرائط لحقاش كلكم غادي ندير فيه جوج شرائط ديال داك لي فرونس. غادي ندير فيهم الدوبل ديال هاد الاسواره اللي درت. هادي درت فيها 22 وهادي غادي ندير فيها 44. كما شفتوا هادو هما القطع هنا عندنا بربعة كل جوج غادي نديرهم في كم. كل قطعة عندي فيها 6 سنتيم في العرض صافي. هادو هما الكمام ديالنا كملناهم. دابا غادي نفصل معاكم كل اوفيسي غندير لها لهاد
هاد الشوميزه غندير لها كول اوفيسي. جبت هنا قطعه طويتها هنا على جوج وغنولي نطويها هكا على اربعه، غندير فيه 25. هنا جايين على التالي كما كتشوفوا، وما تجي هادي راه كيكون مسدود. العرض ديالو غادي ندير 5 باش غادي تمشي لي سنتيم ديال الخياطه من هنا من الفوق وسنتيم من التحت باش غيبقى لي فيه 3 سنتيم. كما كتعرفوا كل اوفيسي كيكون فيه 3، وداك الساعه داك اللي بغاه عريض راه كيزيد في العرض ديالو، يمكن لكم تعرضوه الا بغيتو. من هاد الجهه هادي انا خليت هنا واحد سنتيم ونص ما خرجش نيشان، حيت مازال غادي نطلع من هنايا من هاد الجهه هادي هي اللي غتكون عندي مخيطه في الدوره ديال الكول. غادي نطلع من هاد الجهه هادي واحد سنتيم، ومن هنا الفوق غادي نطلع سنتيم باش يبقى لي 5 سنتيم اللي عندي في الكول. هذا هو المنتصف ديال الكول وهذا، وغادي نصيد هنايا بخط. الاحسن تستعملوا البيستولي، ولا كان داك البيستولي الصغيره ديال اللي كيفصلوا بها الكول من الاحسن. غادي نجيب هذه النقطه هذه وغادي نصيدها لهنا المنتصف. هذا كل انا دايره معاكم بطريقه سهله، وهنا عاود نجيبو هاد النقطة هادي اللي طلعت هنا بسنتيم وغنصيلها لهنا للمنتصف. غادي نحيد داك السنتيم، وغادي نحيد من الجهة هادي هاد السنتيم اللي زدت هنا. صافي هذا هو الكول ديالنا. هاد الجهه هذه هي اللي كنخيطوها في الدوره ديال الكول، نعلموها هنايا نديروا لها كرانه باش نعقلوا على هاد الجهه هي اللي غتلصق لنا في الدوره ديال الكول. هنا راه عندي جوج قطع كما كتعرفوا كول اوفيسي راه كيكونوا فيه جوج قطع، وغادي نلصق لهم لي فيزلين. ضروري ندير لهم لي فيزلين باش كيجيني الكول واقف. عندك كل اوفيسي كل شوميز ضروري نديرو لهم الفيزلين.